قال لك اصلا اني عايز انا مبسوط كده، انا بقيت كبير. الحاجه الوحيده اللي عايز افهمها هو انت من امتى مهتم قوي كده؟ انا ابوك بنت ابني. ابنك؟ وكان فين الكلام ده لما كنت بقيت اقول لك وانا صغير بابا ممكن نلعب مع بعض؟ وما يجي مش فاضي دلوقتي. بابا ممكن تساعدني في المذاكره؟ اصل مش عارف احل المساله دي. يوه انا مصدق. بابا ما تيجي نتفسح، انا نفسي اخرج قوي النهارده، انا لسه راجع من الشغل ومش فاضي. بابا انا عندي مشكله، روح خلي امك تحلها لك وبعد ده كله جاي تقول لي ارجع؟ يا اخي حرام عليك بقى، حرام عليك. I am there.